كم ساعة؟ كم؟ باقي ما انتهى، باقي ما انتهى. خلا بعد تحت. ولا عندك شيء؟ لازلت. هات تعال، هات ما عندك. لا هات ما عندك. لازلت تقول تحت الهواء. أنا كلمت. هات ما عندك يا سلام. أنا كلمت. هات ما اللي عندك. سرك. هات ما عندك. لبي. هذه اللي طيب خاطر. لبي هات ما عندك. هذه يا سلام. هات ما عندك يا سلام. زي الله. هات أنا. أنت ولا هم؟ دقيقة دقيقة. لا توي طعم عندي. أمور طيبة. عطني ما عندك يا سلام. إني عندي. أنا مسكت قبل الفقرة. قبل فقرتي حتى. صح. وقلت. حلك يا مساعد. أمانك. خلنا نجي ونحلها صح؟ صح. كنت برضيك كنت برضيهم. بالنسبة لقصيدتك أو بيتك نشدت عنه قبل لا نبدأ. قلت بيت مالك وين؟ أنت النابغة اللبنية، أنت الشاعر العظيم. تسلم يا حبيبي. قلت وين بيت مالك؟ قال بيت مالك محذوف. ليه؟ قالوا مالك اللي طال. يقول يا يطلع بيتي بالطريقة ذي يا تحذفون. غير صحيح. مسكتك صح؟ اسلم. سألتك وقلت لي غير صحيح بس بعد ما سجلنا صح؟ صح. كان عندي حل نطلع ونحلها بيننا وبين الشباب. مسكتك بيدك وقلت لك تعال بما انك تكلمت في البث قلت نحلها بيننا وبالبث. لو تكلمت تحت الهواء كان حليناها تحت الهواء بس انك تكلمت في البث فبنحلها سوا في البث. اسمع انت ربطت صح الحين على قولة العرب شربت مروقه وخلصت. طيب انا ربطت ليش؟ في حاله مرتفع ضغطي بتنرفز ما علي حقك ما لومك. دقيقه ما لومك فلذلك انا ربطت صح تمام ما لومك وانا ما احك عتب بس هذا هو ما احك عتب أسلم. حقك ولا لومك فيه. لكن انا اقول لك بكره باذن الله نطلع في البث ومالك الا اللي يسر خاطر ومالك الا اللي طيب خاطرك. وبالنسبه للقصيده باذن الله ما تطلع في العمل الا وبيتك فيها نضيع ضف بيت بيتك قلنا لك تراعد عظامه هذه قلنا لك ما لها الامور طيبه جيب جيب بيت جديد على آمة وآت ولك حق وأنا قايلها أمس كل شاعر له حق يدخل وكل منشد له حق الشعراء بعضهم رفض بكيف أنت من ضمن الأبيات اللي نشدت أنا قاله هو من نفسه فقلت خلص من نفسه مالي كلمة عليه المنشدين في الاستديو أمس شيلوا حطنا والمهندس بعضهم يقول صوتي ينشز ما يصلح قلت يسجل يسجل أدى ما عندي عشان لا طلع يقول أنا شاركت إلا إذا هو قال أنا خلاص أحس إنها خطأ علي إني أسجل صح. بعض المنشدين جو قال انا ما اقدر اعتذر قلت على خشم اطلع فلك حد انا اقولها الحين وبقولها بكره في البث ان شاء الله وقدام الربع كلهم وانا معك لك حق ان بيتك يكتب ولكن لنا حق عليك انك تنظم البيت وانت انت شاعر ولا شيء وغنى عن شهادتي ولا شيء يا هذا ولكن هذا كلام من حق اللي الله يحبه وجه. انت شفت بعض الابيات عند الشباب عدلناها حتى انا ابي اتعدله يا اخي انا انا ايش ضايقني البيت ما عرض على كل الشعار راي اثنين لا عرض وانا من ضمن الرياجيل اللي جاك وقال لك يا مالك عدل اللي جاني فيصل انا جي والمطعم اي صح 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 كنت في المطعم انا وانت قلت لك عدل يا مالك صدق الله ايوه فاكتب بيت جديد ترتيب البيت يكون قبل بيت ما مصعب الاخير بيتك يكون قبل القفلة لازم تقرأ القصيدة عشان تعرف إيه قبل القفلة في ما جدنا هذا اليوم بيت قبل القفلة يكون قبله تسجل في القصيدة ورني إياها لازم تقرأ القصيدة وش أقول لك أنا لا تكتب كذا من راسك وتروح لأن حتى القصيدة يوم كتبناها إحنا كتبنا القصيدة وإحنا قايلينها ونظمنا بياتها طلعت لها حتى الشعر بصورة خطأ كل واحد كتب بيت وجمعناها كذا لا. لا 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 إذا ما تدري قل ما أدري من قال لا اعلم فقد افتى هذا اللي صار لا هذه لا عموما لو قلت ما ادري انت اعطيتهم جواب ترى ما هو انك ضيت فلو قلت لهم ما ادري لان قرينا انا كتبت المطلع فما يحتاج اني اقرا اللي قبلي موضوع القصيده عارفه كتبت المطلع تسلسل في القصيده من واحد لواحد انا اتابع القصيده من بعيد لبعيد بس اني مشغول بالفقرات مع الشباب هذه ولكني اتابعها تمام حتى بيتك يوم دخلنا قلت بيت مالك ما موجود اني متابع يا ولد انتبه مساعد بنزل من الشيخة المهم مالك اللي يسر خطك بكرة هذا ومالك اللي طيب جيني فداك الله يطول وبيتك اكتب بيت جديد ازهل ابشر وسعد ثقتي فيك كبيرة والكبيرة الله سبحانه وادري انك كفو قدها جيني فداك الله يطول عمرك بس قبل لا تكتب البيت اقرأ القصيدة حاول بيتك يكون قبل الاخير او اللي قبله ابشر وسعد تمام عشان نضمن اللحن تم عشان ترتيب اللحن تم باذن الله بكرة باذن الله مالك اللي يسر خطك متى بتعطيني الابيات شوفها الحين على خشمي تمام خذ راحتك الابيات وينها مصعب